خلينا نعمل فلاش باك 100 سنة لورا. لو انت مواطن فلسطيني وقلت لك ان ارضك وتاريخك بعد 100 سنة حد فيهم هيسرقه، مستحيل حد كان يصدق حاجة زي كده. وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي. للأسف في مصريين ليهم حضارة وليهم تاريخ. في ناس حاليا بتحاول تعمله معانا كمصر، كأرض مصر، كشعب مصر، كحضارة مصر، كإرث مصري، وهي حركة الأفرو سنتر أو الأفرو سنترزم. الحركة دي من الحركات الخطيرة اللي بتستهدف البلد بشكل كبير جدا. ظهرت في أواخر العشرينات. بتستهدف البلد بشكل كبير، ودول بيدعوا إن الحضارة المصرية أصلها سود البشرة، وهي حركة بتدعي إن قارة أفريقيا كاملة من الشمال إلى الجنوب من أصحاب البشرة السمراء. المشكلة إن الناس فعلا صدقت، وإن كمان الأفارقة، معظم الأفارقة كمان صدقوا، قعدوا يقولوا أيوة دي حضارتنا ودي حياتنا وإن أي حد مش أسمر في قارة أفريقيا هو محتل وغازي للأرض. الحركة دي ليها رواد وليها مؤسسين، ومعظمهم من الأمريكيين ذو العرق الأفريقي اللي هم البلاك أمريكانز، في محاولة لاختلاق تاريخ لمن لا تاريخ له. حتى في حضارات كتيرة بيقولوا ان الحضارات اللي معمولة في بلاد العالم هم اللي عملوها البشرة السوداء، لدرجة ان حتى، ودي نقطة حساسة شوية، ان هم قالوا او ادعوا ان انبياء الله جميعا من اصحاب البشرة السمراء. وهم طبعا لجأوا للسوشيال ميديا، ولكن للأسف اتفاجئنا ان في مشاهير اجانب من ذوات البشرة السمراء بيجوا مصر ويصوروا قدام حضارتنا، قدام الاهرامات وقدام المعابد وقدام التماثيل، ويقولوا احنا هنا في ارض الاجداد، احنا هنا في ارض الحضارة. عاملين كتب بده وعاملين ابحاث لدوت، كل ده طبعا مزور. ومنها مؤتمر اسوان اللي هيتعمل يوم 25 الشهر ده، واللي بيحاضر فيه طبعا ناس من الحركة دي، وناس كبيرة كمان يعني مشهورين في الحركة دي. في منهم ناس جم مصر كتير وقعدوا يقولوا احنا هنا في أرض أجدادنا، ودي أكيد حاجة مش هتعدي عليهم، دي حاجة أكيد هيتكلموا عنها في المؤتمر، وطبعا ده سرقة علني للتاريخ والحضارة المصرية. كلامه في المؤتمر ده إن احنا محتلين لمصر، وإن هم أصل الحضارة المصرية، وهيتكلموا عن الدهار النوبيين. طبعا للأسف المؤتمر ده هيتعمل في أسوان، ودي مش صدفة. طبعا في نفس الوقت اللي مصر بتعمل فيه مؤتمرات زي منتدى شباب العالم، علشان تجمع كل شباب العالم من أجل النقاش والحوار والتنمية، ورسالة سلام من مصر إلى كل دول العالم. حركة الأفرو سنترك بتعمل مؤتمر في مصر علشان تهاجم المصريين، وعلشان كده احنا بننشد سيادة الرئيس ووزير السياحة. هم ينظروا في الموضوع ويعرفوا قد ايه هو خطير، وقد ايه ان احنا بنستقبل ناس جايين يسرقوا تاريخنا بين ايدينا. فنتمنى ان حضراتكم تنظروا للموضوع وتحاولوا توقفوا الكارثة اللي هتحصل في مصر قريب. واحنا كقوميين مؤمنين باننا لينا هوية بينا تتميز بيها، اهم حاجة احنا حابين ننوه ان احنا مش ضد اخواتنا الافارقة، كلنا إخوة، كلنا بشر، كلنا إخوة في الإنسانية، ولكن إحنا ضد أي حد يسرق تراث بلدنا، يسرق حضارة بلدنا، يسرقنا من نفسنا. يعني إننا مش بنخاف نواجههم ولا بنخاف إننا نتكلم، إحنا هدفنا هو إن هوية بلدنا ترجع تاني. ديننا لا يمكن نسيبه، أرضنا لا يمكن نسيبها، تراثنا لا يمكن نسيبه، فما ينفعش نسكت على الأقل على اللي بيحصل ده.